ضيفنا ما تعب من اللف والدوران، انا عم حمل بفلك المواضيع الفكاهيه يلي بتعالج قضيه معينه، بنضحك معه بس بذات الوقت بنتلقى رسائل بتعلق بالمجتمع والوطن وبطريقه حياتنا بتصير احلى لما نعرف قد ايه مخدوعين ببعض المطارح. عم بحكي عن المبدع واللي بنحبه كثير سامي خياط. اهلا وسهلا فيك. مصار. 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 اهلا وسهلا فيك. مصار. يا اهلا بكم. اول شيء كيف كانت 2018؟ ضروري نعرف 2018 يعني منيح اللي خلصت لانه اضرب منها ما رح يصير. هلا معقول تكفي؟ وكيف مبلشل 2019 معك؟ هني اكيد راكبين على بعضهم، عرفتوا كيف؟ بقى للاسف للاسف بقى بدنا نشوف، بدنا نخلي شوية وقت يا ريت فينا نقفز على غير سنين لقدام. يعني هلا عم بيقولوا يمكن بنص 2019 يلغوها وننط دغري على 2020. يا ريت اذا كنا شاطرين بننط صف سابقين العصر. سامي خياط مثل ما بيقولوا اليوم الكبير، شو سامي خياط فور جويفل اند لافر، خبرنا شوية تفاصيل. لا شو بدي اخبركم، يعني اذا قلت لكم كله متناقض، اذا قلت لكم انا عم بعمل مسرح بدون ما اعمل انا عم بعمل، رح تقولوا شو عم يعمل. بصراحة بطلت أنا بمسرحيات هيك، الناس بتقعد بصالة بقاعة وأنا على منبر مع برداية، بتفتح البرداية وأنا والفرقة خلص تغيرنا. خرجت عن المألوف يعني. خرجت عن المألوف وحتى ما حدا عارف ويني، ما حدا بيعرف ويني، ومع ذلك أنا عم بشتغل. بقى شو عم بعمل؟ لا انا بلشت مبدئيا ضيع وضروري اعرف ما انا مضيع ضيع على انا اصلا وقت تكون موجود بمسرح مع هيك بصير بيقول لي وينك ما عم نشوفك؟ ليه؟ لانه ما بيشوفوني كثير على التلفزيون، انا رجل مسرح ما بمرق كثير على التلفزيون. على كل حال شكرا لانه انت اليوم ضيفنا ولو وخاصه يعني عم ترفض عده مقابلات وخصيتنا بهالمقابله. كيف عرفت؟ ولو صدرنا على الفاصله. طيب لكن نحن لنقول لكم شو عم نعمل، انا حبيت تعرفوا بعد 59 سنة مسرح، يعني بعد سنة بدي صحيح. احتفل بال 60 سنة مسرح. عندي كم هائل من الأفكار ومن الأشياء اللي انعملت والأشياء اللي بعد ما بينت ما انعملت، لأنه أنا ما فيني أصرفها بهالسهولة، بدي تلفزيون 24/24 على أشهر تأصرف كل شيء في عندي. إجتني الفكرة من ابني، ابني راح عامل لي كوفري حط فيه المسرحيات القديمة. واو. من 78 ل 82 وال 2010 اللي هي كانت يوبيل الذهبي تبعي 50 سنه مسرح. صار العالم يقولوا ايه شو هودي جديد؟ قلت له لا مش جديد، هودي عمرهم 48 و30 سنه كلهم ارشف، ما في شيء كل شيء مارشف. انا زلمه مارشف من وقت ما بلشت، انا من وقت ما بلشت 1960 بلشت. كنت بالمدرسه بعد. هلا بتقولوا لي شو بتارشف بالمدرسه؟ ما كنا نعمل مسرحيات قدام الناس صحيح. قدام اهل التلاميذ، مش انه تلاميذنا عم يزقفونا واصحابنا واصدقائنا ورفاقنا، ابدا اهلهم. يعني على كل حال المبدع ببلش من صغره، يعني ما فينا نقول اكيد هو كلنا هيك، كل واحد بعمل الكوميديا بيقول لك بلشت بالمدرسه لانه هيك بتكون، بس بلشناها على الثقيل يعني بوقتها، انا مقرشفها كلها. كل شيء بدك فواتير، شو كنا نشتري اشياء البرنايطه اشتريناها 1960 ولا مره. لك رقم واحد ما بجيب، واحد واحد بصير قلب ونشيل حط بقول هالمره راح اربح، ولا واحد. غريب. شو الشيء السيء بطفولتك اللي انت ولا ممكن تعيده؟ شي مره عملت شيء انتقدوك عليه، خففوا لك هذه العزيمه اللي عندك اياها تتعمل شيء رائع وتظهر لهم موهبتك بكل ما الكلمه من يلي المعرفة. حلو انه ما بسمع لحدا انا، خي منيح اللي عملت واو. هيك منيح اللي عملت هيك، كنت ما اسمع لحدا. ليش؟ لانه اذا بدك تسمع لم 4 ملايين لبناني حطيتهم وقلت لهم اعطونا رايكم بيطلع لك 4 مليون راي صحيح. بقى شو بدي بهالشغله؟ انا بتحمل مسؤوليتي، مجبور الواحد يعمل عمل معين ويقدمه. تصور كل ما بدنا نكتب كلمه تعالوا يا شباب شوفوا لنا بقولها ما بقولها شو قدكم هون، هذا بيقول لك لا حذفها نتفه طويله، هذا بيقول لك بالعكس طولها، هذا بقول لك ليش برمت هيك عمول هيك شو هالحكي هذا. كل واحد بيتحمل مسؤوليته، بس المشاركه ببعض المطارح هي حلوه صح. ما بقامي فيها، هيدي غلطه يمكن ما بعرف. بس لهلا ماشي الحال، يعني 59 سنه ما استشرت حدا وحدا دق مسمار عندي ولا شيء. غلط اكيد، هي غلط بالتلفزيون بالسينما ما فيك تشتغل لوحدها صحيح، بس بالمسرح حتى بالسينما يعني كذا مخرج فيهم يعملوا فرد عمل، يعني عم تتخيل الاراء كيف عم بتكون، يعني تكون كم لا لانه بالسينما ما في يكون ورا الكاميرا وقدام الكاميرا صحيح. بالمسرح انا بمشي مع العالم موجوده قدام الكاميرا ورا الكاميرا، يعني
هالقد شارلي شابلن كان يعملها. صحيح شارلي شابلن كان يعملها. شو اللذه؟ اللذه انه مثلا واقفين نحكي مسرح، انا ما حبيت اعمل سينما مع انه طالع عبيلي عم سينما على المسرح. هيدي لطشه، اوكي لطشه كبيره. طالع عبيلي عم سينما وتلفزيون والله لطشتين صاروا، لطشتين صاروا. وطالع عبيلي عم سينما ثلاث لطشات لكن مبدئيا 2019 عبيلك. على المسرح اهم شغله يعملها الفنان هو عم بيمثل يكب حاله على الصالة. صحيح. يصير اثنين كب حاله، كيف الماتريكس وكل هودي بتلاقيه ظهر من حاله، يروح يقعد يشوف حاله شو عم يعمل، طيب لانه هيك بيكون واقف ورا، وقف ورا الكاميرا. هلا بالسينما ما بيخلوه، بيقولوا شو مفكر حاله هذا مخرج. صار معي على كل حال شغله بالتلفزيون من زمان بالثمانينات، قال له شو مفكر لي حاله مخرج؟ له خيي ما انا كتبتها، انا بعرف كيف لازم تتصور. مش الحال ما بدنا نشوف حالنا لهالدرجه يعني، كل واحد بيعمل شغله. بس على المسرح انا هيك اشتغلت كل حياتي، مش الحال ليش بدي وقف؟ ليه بدي وقف؟ اذا ظهرنا كثير عن الموضوع عم تقول لي شو عم بعمل. انا حابب استقبلكم ببيتي ونقعد نضحك ونمزح ونرقص ونلاقي ألعيب لبعضنا وناكل وعرفتوا كيف؟ أوكي. كيف بدي أعمل؟ بالمسرح ما فينا نعملها، قاعدين مسكتين بكراسيكم، أنجا فيكم تروحوا على الحمام. يعني هيدا المشروع الجديد اللي عم تعمله. هذا المشروع الجديد اللي عم بعمله. اللي ما عم بحكي عنه. دائما عندي ناس وما بعرف أمتين عم بعمله. طب كيف فيهم يحجزوا؟ والناس بيعرفوا. كيف طريقة الحجز؟ يوصلوا على المطرح؟ كل هالتفاصيل. ماشي خلص ما هيك هيك. ببعثوا لك على السوشيال ميديا. سوشيال ميديا بلوط إلى آخره، بنقرر هالنهار هالبلوط. ليه؟ لأقول لك ليه. هلا انا ليش قلت عن ابني انه كشف لي وشل لي الى اخره؟ اذا بنطلع بكل هالارشيفات بتلاقي اغاني، خاصه لك اغاني ما في غنيه الا ما قلبت لها خربطت لها كلماتها. صحيح. بسحب غنيه لك هذه كانها مكتوبه اليوم عمرها 30 سنه، بنزلها اللي ما بحياته سمعها بقولوا له شو حلوه اليوم كتبتها، اللي بيعرفها بقول يي لك هذه سمعناها. شو يعني؟ او لك انه في قصص كثير ما بتتغير، ما في شيء عم يتغير، بضلك انت تنتقل ما في شيء عم يتغير بعدهم نفسهم، عم طلعهم هن زيتهم طاقه. هلا عندي غنيه مثلا سراقين حراميه وما في حدا سئلين، كل ما يعبوا بجيبهم كل ما يحلفوا بلبنان ما تخافوا وبعدهم مثل ما هن ما تخافوا اخذ دمغه الامن العام فيها يعني موجوده موافقين الامن العام لغير لانه مش مسمى حدا بس صح. احنا كلنا هلا عم نقول سراقين حراميه وغيرها وغيراتها وغيرها وغيراتها هيك عم بيصير. لما اتصلنا فيك كرمال الاعداد قلت لنا ما عندك مشكل تحكي سياسه طقس فلك، هلا عم تلطش على حدا معين او على شيء معين حابب تحكي؟ لا فيه؟ ابدا ما لا، بس اللي عم بقوله انه لشو تنحضر؟ خلص منفتحين لكل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. انا شفاف وصريح، شو بدكم تسالوني عن المي اللي كان بزحل او بالمريخ؟ فينا.